المسيح مشاهدينا الأحباء، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المرأة المسلمة. برحب أيضا بكل مشاهدينا على صفحة المرأة المسلمة على الفيسبوك وعلى قناة الحياة في اليوتيوب. أنتم الآن بتشاهدونا على المباشر. حابة أن أنا أفكركم أنكم كمان تقدروا تشاهدوا قناة الحياة على النايل سات في شمال أفريقيا، في الشرق الأوسط والخليج وكذلك أوروبا. كمان تقدروا تشاهدوا القناة على الأجهزة التالية، اللي عنده الأجهزة دي يقدر يشوف القناة عليها في أي وقت: الماجيك بوكس، روكو أو اللي بيقولوا عليه السلينج، أبل تي في، تربوش، زاب تي في، وريل بلاي. دول يعني كل الأجهزة اللي تقدروا تشاهدوا عليها قناة الحياة. حلقة النهاردة بقى بعنوان المسلمون قادمون. مئات من البشر قتلوا في نيجيريا الأسبوع الماضي فقط في قرى مسيحية كاملة أبيد فيها المسيحيين، يا إما ذبح أو حرق أو طرق قتل أو البشعة جدا، وأطفال وكبار وستات وعجايز، ويعني جرحى ومصابين بالمئات. امبارح بس كان في قرية اتقتل فيها 150 إنسان، يعني أرقام هائلة بنسمع عنها قتلوا لأنهم مسيحيين. هؤلاء اليوم هم شهداء المسيح، قتلوا لأنهم بيحملوا اسمه، هم أبطال الإيمان لأنهم كما كان المؤمنون الأولون بيقتلوا في الكنيسة الأولى، هم أيضا لهم نفس النعمة. من عدة سنوات كده أنا كنت في مؤتمر وتقابلت مع خادم من آسيا، راجل آسيوي بسيط مليان بالبهجة كده والقميص المشجر بتاعه، وإحنا قبل الخدمة بيتكلم معايا، راجل مليان ببهجة الرب وله خدمة في إحدى الدول الفقيرة بيعلم فيها الأطفال القراية والكتابة وكلمة الإنجيل. تصورت إنه هيشارك معانا يعني حاجات جميلة عن اللي ربنا بيعمله في وسط الأطفال والعائلات هناك، لكن أذكر إنه لما ابتدى يشارك قصته معانا ويشارك عن خدمته، الحقيقة إنه كل الحضور ذهلوا لأنه المشاركة كانت مؤلمة جدا، يمكن كلنا كنا بنبكي. قال الخادم إنه في يوم من الأيام دخل القرية مجموعة من المحاربين علشان يقتلوا المسيحيين اللي في القرية. وصف لنا إزاي كانوا بيدخلوا البيوت ويدبحوا الناس، وصور مشهد مليء بالذعر لأنه دي الحقيقة اللي عاشها والحقيقة اللي شافها. لكن قال إنه الإخوة ابتدوا في لحظتها والأمور المؤلمة دي كلها بتحصل حواليهم، ابتدوا إنهم يجتمعوا يركعوا على الأرض ويصلوا ويطلبوا حماية الرب. واللي حدث بعد كده كان أمر عجيب جداً. المحاربين دول بدأوا يمروا على الناس اللي راكعة بتصلي دي ويدخلوا بيوتهم، لكن ما يلمسوهمش وما كانوش بيشوفوهم. وأنقذ الرب الكثيرين في اليوم ده، والخادم ده وعيلته كانوا منهم، وأصبحوا شهادة للعمل والرب وشهادة عن الشهداء اللي أصبحوا انضموا لشهداء الكنيسة في ذلك اليوم. وأنا بسمع الحكاية دي أنا كنت ببكي لأن الموقف رهيب، وما كنتش أتخيل أنه في يوم من الأيام بعد عدة سنوات حروي قصص مشابهة مرات ومرات ومرات عن إخوة في الكنيسة بيقتلوا لأنهم أتباع المسيح. اللي بيحصل في نيجيريا، قتل المسيحيين في نيجيريا، لك أن تتخيل أهالي القرى دي اللي في نيجيريا اللي قاعدين والمسلمين جايين بوكو حرام علشان يقتلوهم، أو الناس اللي قاعدين في أتوبيس سياحي طالعين يحضروا خدمة في دير والمسلمين جايين ببنادقهم علشان يقتلوهم برضو، أو ناس في كنيسة في العراق، أو ناس في كنيسة في مصر، أو ناس في سوريا، أو كل دول شايفين الرعب بعينيهم والموت جاي قدامهم فيصرخوا المسلمون قادمون. وده اللي بيحصل مع مسيحيين نيجيريا النهاردة. العجيب ان القنوات العالمية والعربية والمحلية ما بتتكلمش في الامر ده، وخصوصا طبعا العربية، يعني تلاقي حاجة هنا كده بعض المنابر المسيحية طبعا بتتكلم في الامر ده.
وبتطرح الأمر، وخدام كثيرين اتكلموا في هذا الأمر يعني علشان حتى نصلي من أجل الكنيسة. لكن يبدو أن العالم برا إطار بعض الخدام غارق في ذكرى مذبحة نيوزيلندا، ويعني عملوا بقى مذبحة نيوزيلندا دي عصروها بقى، يعني مش فاضل بقى حاجة. يا ترى ليه؟ ده شر وده شر. الناس اللي قتلوا في نيوزيلندا ده شر، والله بيحبهم، والله كان عايز لهم حياة، وقتلوا بلا ذنب. والناس اللي بيقتلوا النهاردة في نيجيريا، واللي بيقتلوا في جميع دول العالم تحت الإرهاب الإسلامي، أيضا ده شر. لكن إيه الفرق؟ إيه الفرق؟ قبل ما نبحث عن الإجابة عن ليه وإيه الفرق وليه العالم مش بيتكلم وإيه اللي قادم أمامنا، خلينا نصلي من أجل إخواتنا في نيجيريا. صلوا معايا من فضلكم. مسؤولية الكنيسة إن إحنا نصلي من أجل المضطهدين، إن إحنا نصلي من أجل المتألمين، إن إحنا نكون زي الخدام دول، نركع على رجلينا ونقول يا رب احمي الكنيسة، احمي الكنيسة حتى نكون صوت ليك، مش من أجل أنفسنا، لأنه إحنا لي الحياة هي المسيح والموت ربح لي، ولكن الكنيسة يجب أن تصلي حتى إننا يعني يكون لنا فرصة نوصل الشهادة للناس اللي حوالينا حتى القاتلة منهم. رب أنا برفع أمامك صلاة من أجل إخواتي المتألمين حول العالم، نيجيريا وشعب نيجيريا. يا رب أصلي أن أنت اليوم تكون واضع يدك بالحماية، أنه أنت يا رب اللي تضع في قلوبنا أن احنا نصلي بركب منحنية وقلوب منكسرة أمامك. ارفع يا سيدي هذه الألام عن شعبك في نيجيريا، تقابل يا رب مع العائلات، مد يدك بالشفاء على المصابين. نصلي يا رب من أجل أنه قلوب هؤلاء القتلة تبكت، وأنهم يعرفوك أنت الإله الحقيقي، وأنهم يعرفوا خلاصك، وأنهم يصبحوا شهادة يا رب لمجد اسمك. يا رب إحنا نغفر لكل من اضطهدونا حسب ما أنت علمت قلوبنا، ونصلي أنه أنت تكون خلاصهم، وأنهم يكونوا شهادة ليك في يوم. في اسم يسوع أصلي، أمين. طيب مهم جدا ان احنا نتحد بالصلاة من اجل الجسد، حتى واحنا ما احناش شايفين يعني بالعين المنظورة، ولكن قلبك بالإيمان الله يحرك روحك وروحك فتصلي من اجل الكنيسة المضطهدة. حادثة نيوزيلندا بقى، الحادث ده بقاله تقريبا اسبوعين وشوية، ومن ساعتها والعالم كله شرقي وغربي بيتكلم عنه. كل يوم تلاقي أحداث وتداعيات للحدث، وأراء واتهامات بكل اللغات في الغرب وفي الشرق. الحديث في الأمر بقى ومحاولات إظهار التعاطف والأسف والكلام ده كله في الغرب ليه شكل مختلف عن اللي بنشوفه في الشرق. في الغرب الناس بيحاولوا يعملوا يظهروا ان هم يعني مش بيحاولوا، اعتقد انه في تعاطف حقيقي بين الناس، متألمين لانه يعني 50 انسان قتلوا على الهوية، ايضا راجل مجنون عنده افكار مجنونة قتل هؤلاء بلا ذنب. ففي محاولات للتعاطف وإظهار الأسف والمساندات للمجتمعات الإسلامية، ملت بقى الصحف والأخبار في الغرب. بالطبع بقى الشعب النيوزيلندي قايم بالموضوع ده وواقفين في الصدارة، اللي لبس حجاب تعاطف مع الناس واللي راح يحميهم وهم بيصلوا في الجوامع، اعتذارات الحكومة، رئيسة الوزراء اتلفحت بحجاب، وهكذا يعني منتهى اللطف والأدب الحقيقة. والمجتمع النيوزيلندي تعامل مع المسلمين كمواطنين متساويين في الحقوق والواجبات. أعيد بعيد، المجتمع النيوزيلندي تعامل مع المواطنين المسلمين على أنهم مواطنين متساويين مع المواطنين الأصليين في الحقوق والواجبات، لأنه ده قانون هذا المجتمع، ده قلب هذا المجتمع، مشاركين لهم في الوطن، وده طبيعي عند الناس دي. ما فيش حاجة اسمها خيار وفقوس زينا كده، مسلم نيوزيلندي زي بوذي زي مسيحي كله واحد، لأنه هم شركاء في الوطن حقيقي، مش كده وكده، عشان شركاء في الوطن دي بنسمعها كتير بس عندنا معظمها كده وكده.
شيء جميل مش كده؟ وكان لازم يحصل. ده مجتمع بيؤمن بالإنسانية. أقولها مرة تانية، هذا المجتمع يؤمن بالإنسانية والتساوي. الضابط في حقوقك إنك إنسان أولا ثم مواطن. يعني عشان تعيش في بلد غربي أنت إنسان أولا ثم مواطن ثم بقى إيه أي حاجة تانية، أو أنت أيضا إنسان أو ضيف على البلد. فإنسان يحترم أولا. لكن الضابط في المجتمعات الإسلامية هو أنت مسلم ولا لا. خلينا نشوف بقى الشرع الإسلامي بيقول إيه عن حقوق غير المسلمين. خلينا نشوف الفيديو ده، وخلي الفيديو ده يبقى مثل أمامنا لحقيقة هذا الشرع الإسلامي وإزاي المسلمين بيتعاملوا برا وجوه. تفضل. مثلا عفوا، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاد مسلم بكافر، لا يقاد مسلم بكافر، مسلم قتل كافر دية، ما يقتل، ما يقتل، لأن دم المسلم لا يعادل دم الكافر. قولوا عنصرية، لا يعنينا هذا الكلام. المساواة، نظرنا في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وجدنا مساواة بين المسلمين. المسلمون سواسية كأسنان المشط، فلا مساواة عند اختلاف الأديان. وشريعة الإسلام من ألفها إلى يائها مملوءة بالأحكام التي تميز بين المسلم والكافر في الحقوق والواجبات والالتزامات. هذا بالمفاهيم المعاصرة يسمى عنصرية، لابد من المساواة. لكن دين الله جل وعلا سميتموه عنصرية، سميتموه ما شئتم، نحن نسميه قمة العدل. تأتيني تقول لي مساواة شركاء في الوطن، إن قلت هذا الكلام مضطرا لواقع تخضع له لا تستطيع أن تلزم الناس بشريعة الله جل وعلا، شأنك. لكن لا تقول هذا دين الله تبارك وتعالى، لا تقول دين الله جاء بالمساواة. يعني انت شايفين الجريمة؟ اللي مش عاجبه يشرب من البحر. لا تقول دين الله جاء بالمساواة، وهو عنده حق فعلا. ما تقوليش شركاء في الوطن، عايز تقولها وانت مضطر، زي ما احنا عارفين كده، هذا شريك الوطن وهذه مش عارف ايه، وانت مساوية لي في الحقوق والواجبات. لكن الواقع حتى الكلام اللي قاله هذا الشيخ فيه كذب برضه، لانه المسلم الشيعي مش زي المسلم السني، والحر مش زي العبد، المسلم الحر مش زي المسلم العبد، لا في الحقوق ولا في الواجبات. تفاصيل يعني تقسيمات حقوق الإنسان في الإسلام ليها يعني نظام خاص، وأصبحنا الآن نسمع إنه هذا النظام ابتدى حتى يبقى يعني واضح في النظام. الناس اللي في الدول العربية اللي عايزة تقول إنه إن إحنا علمانيين وإحنا عايزين نحكم بالقانون والكلام ده كله، بيقولوا إيه؟ لا، إحنا أصل في العالم العربي لينا قانون غير القانون بتاع العالم الغربي، لينا قواعد وعادات وتقاليد وقوانين، وحقوق الإنسان اللي عندنا مش زي حقوق الإنسان اللي عندكم. يعني إيه؟ الإنسان عندما يتصل بالإسلام يبقى له تصنيفات كتيرة غير إنه إنسان. مش حاجة اسمها مساواة، روح العب بعيد بقى، يعني الشيخ بيقول لك كده. نروح بقى نشوف المجتمعات العربية ابتدى الحديث فيها ازاي عن موضوع نيوزيلندا. أخذ الحديث الحقيقة أشكال كتيرة، لكن في كل الأشكال اللي هنلاقيها هنلاقي إنه في اتحاد في شيء، وحيجوا في الآخر روحوا راسين على حاجة واحدة، أنهم قادمون. يوم الحادث ابتدى الناس يطلعوا كده ويحطوا لنا بوستات وصور وشايلين لوحة، وأنا مسلم بيقتلوني هنا، وأنا مسلم بيقتلوني هناك، وأنا مسلم مقتول هنا. طبعا مش فاهمة الأعداد اللي الكلام اللي بيقولوه ده كله موجود فين. يعني حادثة واحدة تحصل تقوم الدنيا بقى ما تقعدش عليها، لكن هناك العديد من حوادث القتل للمسيحيين على يد المسلمين لا نتكلم عنها. لكن في الشرق لينا طريقة في تحويل الأمور،
اوكي وكلموا بقى على الناس وليه المجرمين دول مستقصدين المسلمين، وحلقات عن المسلمين المضطهدين ما بتخلصش، المضطهدين سوري ما بتخلصش. اوكي مع ان يعني حدث الجامع ده تكرر باشكال مختلفه وما زال يحدث على ايدي المسلمين النهارده في العراق وسوريا ومصر وغيرهم من البلاد. لو بحثت كده عن تفجيرات الجوامع على يد مسلمين في بلاد إسلامية هتلاقي إن ده كتير جدا. المسلم يفجر جامع الشيعي والشيعي يفجر جامع المسلم، يعني معروفة. أوكي؟ ده مش بس كده، انتوا عارفين إن كان في هجوم مسلح في الحرم المكي في 2017؟ وكمان مش بس كده، ده واحد إرهابي فجر نفسه وقتل ناس برضو في الحرم المكي، استهداف للشيعة المسلمين من سنة مسلمين في الحرم المكي. عندكم آخر سلايد كده موجود فيه الخبر ده، آخر سلايد خالص يا ريت تحطوه لي عشان بس تشوفوا إنه ده أنا مش بقلب أهو. لا مش ده، آخر سلايد ده. السلطات السعودية اهي بتقول احباط هجوم في الحرم المكي، هم احبطوا بعض الهجوم لانه بعد كده الاخبار يعني هتقول لك هو مين اللي اتقتل وانه في ضباط اتقتلوا وكده في الحرم المكي، مسلم ضد مسلم. فحديث بقى بس على فكرة دي، وهم شايلين الصور اللي حاطين عليها انا مسلم بتقتل هنا وبتقتل هنا دي، محدش قال انا مسلم بتقتل في السعودية. اوكي ليه؟ تقدر تشيلها دلوقتي. ليه؟ لأنه يعني مش هوسخ نفسي، يعني مش هقول إن أنا بقتل ناسي بإيدي. أوكي؟ على فكرة ده لا يعني إن إحنا مش متعاطفين مع الناس اللي اتقتلوا في نيوزيلاند وندين هذا العمل. ولكن أنا بتكلم على ردود بقى الأفعال، إحنا بتكلم على ردود الأفعال، النتائج. لما فجرنا، لما فجروا كنائس كنيسة القديسين، ولما فجروا كنيسة العذراء في العراق، وكل التفجيرات الرهيبة اللي عملوها دي لناس ماتوا بيها بالمئات، مش كده؟ محدش طلع قال إحنا هنروح نفجر جوامع أو نحتل بلاد أو يعني، لا ده بالعكس كان في رسائل غفران، كان في رسائل ألم وهكذا. لكن عند الإسلام الأمور ردود الأفعال اللي احنا بنتكلم فيها هنا تختلف. في صور أخرى بقى لردود أفعال مثلا المسلمين في الغرب. واحد كده أخ، أنا الحقيقة مش هحطه على الشاشة لكن هبقى ألاقي أحط لكم الفيديو ده على الفيسبوك أو أحط لكم لينك ليه، لأنه الحقيقة في ألفاظ كتيرة صعبة وتحريض على الإرهاب، فأنا مش عايز أعمل له دعاية لكن هحط لكم لينك ليه على الفيسبوك. واحد عايش في ألمانيا، بيشتغل في ألمانيا وبيقول إنه بيشتغل يعني مش عارفة حاجة في الطب النفسي أو حاجة زي كده، وبيهدد الغرب والبلد اللي هو عايش فيها وعايش من خيرها بحديث من رأى منكم منكرا فليغيره، والمرة الجاية بقى هنغيره بإيدينا. وعلى فكرة ده مش لوحده، ده واحد بيهدد الغرب والبلد اللي هو عايش فيها بيقول لهم احسن لكم، بس احنا فاض بينا الكيل. فاض بيكم الكيل ايه؟ ده انتوا البلد اللي انتوا عايشين، البلاد الغربيه اللي انتوا عايشين فيها يعني ياما ناس اتدهست بعربيات وتفجيرات و اسمهم ايه اللي بيعملوا انتحاريين وكل ده، ما حدش قال لكم احنا فاض بينا الكيل. الناس تقول لك التزم بالقانون. فدي لغة ورد فعل من ضمن ردود الأفعال الموجودة، يقول لهم انتوا زودتوها بقى والقصاص وهيبقى بيده، وكأن الناس بقى مثلا نازلين ذبح في المسلمين. طبعا الكلام ده غلط ولا بيحصل خالص. أمر آخر نراه وهو بقى إيه؟ خطاب القصاص على منابر العرب من الأقصى. شوفوا بقى هذه الرسالة في خطبة الجمعة، نشوف. أيها الناس، بدم بارد وبحقد زائد يدخل المسلحون
المدججون بالسلاح الحاقدون على بيوت الله في نيوزيلندا، كما دخلوا على غيرها من المساجد والمناطق يقتلون المسلمين بدم بارد ولا بواكي للمسلمين. أخرجوا حاسباتكم وأضيفوا رقما جديدا، اكتبوا قتل اليوم في صلاة الجمعة في نيوزيلندا 50، واضغطوا على حرف زائد حتى تضيفوا أرقاما جديدة. اليوم أو غدا في غزة، واضغطوا زائد واتركوا فراغا لملء الأرقام الجديدة. لقد أصبحنا أرقاما وأعدادا لا في الأحياء بل في القتلى والمستضعفين والأموات، فحسبنا الله ونعم الوكيل. يعني من الحمقى الواحد يبقى عايز يصدقه. يعني أنا بتفرج عليه، اتفرجت على الفيديو ده 50 مرة وعمله يعني محموق قوي، تحس أنه يعني مصدق نفسه. هم مين دول اللي بيدخلوا على المسلمين ويقتلوها؟ دول فين فين؟ واحد مختل هنا ولا هنا قتل ناس، ده يعني ما بقاش كل يوم وبيدخلوا يقتلوهم ويدبحوهم، وده بقى اسمه ايه؟ حديث الى الجهاد، مش كده؟ عايز بقى تجيب الآلة الحاسبة واضغط على رقم زائد ويساوي وزائد مرة أخرى فقد أصبحنا أرقام. أوريك بقى بعض الأرقام، حط السلايد اللي بعد كده من فضلك. الويب سايت اللي هنحطه لكم ده هو باللغة الإنجليزية. الويب سايت ده اتعمل من وقت سبتمبر 11 سبتمبر، وفي الأعداد الناس الحوادث اللي بتحصل الإرهابية اللي حصلت بيد المسلمين فقط. الليست اوف اسلاميك تيرور اتاك، دي لستة للهجمات الإرهابية الإسلامية فقط. وعلى فكرة دي الحاجات اللي بتوصل لهم بس، اللي بيتحققوا منها بس، مش كل الأحداث. يعني في نيجيريا، حادثة نيجيريا بتاعت امبارح وأول دي ما وصلت لهمش لسه. بس إيه، أنا جبت لكم بس شهر مارس، بس شهر مارس. عيد الأرقام اللي هتسمعوها دي. في شهر مارس 2019 105 هجوم إرهابي إسلامي في 20 دولة، 564 قتلى شخص، امرأة ورجل قتلوا في هذه الهجمات الإسلامية الإرهابية، 713 جرحى في مارس فقط، في مارس فقط 2019 هجمات إسلامية إرهابية في شهر واحد. اوكي، لو جمعنا كام هجمة إرهابية، أعتقد قربوا على 38,000 هجمة إرهابية على دول عربية وغربية من وقت سبتمبر 11 سبتمبر. فاللي مطلع الآلة الحاسبة وعمال يحسب ما قالناش الأرقام كام، لكن إحنا عارفين إنه الإسلام، الفكر الإسلامي الإرهابي، يعني فكر الغزاة إلى اليوم قتل ملايين من الناس. الأرقام تصل إلى 300 مليون، أرقام رهيبة. وإحنا مسلمين، واللي بيتفرج عليا ما يعرفش إن أنا كنت مسلمة سابقة، ما كناش نعرف إنه الإسلام قتل هذه الأعداد الرهيبة. خليني أخذ مكالمة. مين معايا؟ أنا أسفة ما سمعتش. مو، أهلا أخ مو، يعني محمد من أمريكا. نعم، أهلا بيك، تفضل. أهلا وسهلا، أشكرك أنا على وقتك للمشاركة. أنا حبيت أسألك كخبرتي كإنسانة مسلمة سابقة. أنا كمسلم انولدت في عائلة مسلمة، وصلت في مرحلة من العمر حاليا أنا بديت أشك بالدين الإسلامي. نعم، بديت أشك، كان عندي بدأ عندي شك، لأنه
يعني مثل ما نقول نظرا للتقديس الكثير عن يعني التقديس اللي شفته لشخصيات بلدي الأم العراق، تقديس الشخصيات هي المفروض أن تقدس وأن أن يستمع لها. أنت أصلك شيعي من مسلم شيعي؟ أنا يعني ولدت لعائلة كانت نصف سنية نصف شيعية. أوكي. معلش يعني سمحني يا محمد دقيقة واحدة، يتعلو لي صوته شوية. إما محمد علي صوتك شوية، تفضل. أكيد تفضل. يعني بدأ يكون عندي الشك، وهذا الشك طبعا أنا أكون خائف أنا أشاركه ويا شخص آخر حتى لا يكون يحكم علي أو يحاول أن جاجمي أو يحاول أن يحكم علي بغير نظرة. نعم كلنا كنا كده صدقني في البداية. أكيد يعني الشك اللي بداخلي هو شك دائما في قلبي، لأنه أنا قرأت التاريخ الإسلامي. تعلمت كثير عنه، أنا مو دا أشك بالتاريخ الإسلامي بدون أي دليل. في هذا السبب أنه أنا موضعي مكاني شنو اللي أقدر أعمله في سبيل أن أوصل لقرار أقدر أقرر به أنه شنو توجهي بالحياة. يعني أنا بالنسبة لي حاليا اتخذت الهيومانيتي هو دين إلي، لأنه بديت أشك بالدين الإسلامي وبديت أشك بهذه القصص اللي ما أقدر أشوف أي برهان إلها، ما أقدر أشوف أي دليل على وضوحها أو صدقها. أنا فهمت نقطتك يا محمد. بص، الهدف من بحثنا عن الله هو الله نفسه، مش كده؟ صحيح. الهدف أننا نصل إلى معرفة الإله الحقيقي. فأنا أقول لك أول خطوة تاخدها إنك تقول له رب أنا عايز أعرفك، قول له رب أنا عايز أقابلك، عايز أعرف أنت مين، أنت صحيح الإله المحب اللي بيقولوا عليه ده، ولا أنت صحيح هذا الإله المخيف اللي أنا أعرفه اللي أنا تربيت عليه. والله هيجيبك على ده. أنا محمد في يوم من الأيام وغيري كتير يعني وقفنا هذا الموقف أمام الله. القراية والدراسة مهمة، قراءة الكتاب المقدس هيعينك كثيرا على فهم شخص الله، ولكن بدايتك في أنك تقول رب أنا مصر أني أعرفك، أنا عايز أني أعرفك. تحب نعمل كده سوا النهاردة؟ أصلي معاك وتقول له رب أنا عايز أعرف أنت مين، قدني. عندك إيمان أن الله عايزك تعرفه؟ أكيد. أوكي. طب صلي معايا يا محمد، والخطوة اللي بعدها احنا هنمشي معاك خطوة خطوة، ويعني الخطوة اللي بعدها انك تبتدي تقرأ الكتاب المقدس وتدرس وتشوف هل الكلام ده فيه صوت الله ولا ما فيهوش صوت الله، في حق الله ولا لا. اوكي اوكي طيب قول له يا رب انا اشكرك لانك لازم تكون اله صالح، انت اله صالح. اكيد يا رب انا اشكرك ولازم ان تكون اله صالح. أمين. أنا أتمنى الصلح لأنه يعني ما أريد أقدس تاريخ مليء بالدم. مظبوط. أنا وإنت دلوقتي بنكلم الله القدوس، وكل حد بيسمعني دلوقتي لو إنت في مكان زي محمد صلي معايا، قل له صلي وراي ردد الكلام اللي أنا هقوله، قل له يا رب أنا أعلم إنك صالح. أكيد يا رب أعلم إنك صالح. أنا أريد يا رب إني أعرف من أنت، أريد أن أعرف من أنت، قود حياتي لمعرفتك واكشف عيناي على حقيقتك. قود حياتي واكشف عيناي على حقيقتك. أمين. أمين أمين. الله مش محتاج أن احنا نتجادل معاه عشان يقرب مننا. في قصة في الكتاب المقدس بتتكلم عن الابن الضال، عمرك سمعتها يا محمد؟ لا. أوكي. قصة الابن الضال دي بتمثل الإنسان الخاطي البعيد عن الله اللي بيسيب أبوه ويمشي بعيد، ويفضل الأب يدور على الابن وينتظر حتى يعود هذا الابن، ولما يجي الابن الله الآب أو الأب المنتظر ده بيحتضنه وكأنه ما فيش حاجة حصلت. يعني فأنت النهاردة تقف أمام الله كابن لي. نعم أكيد. نعم أكيد. يعني بالنسبة لي كإنسان يعني الدين لم يكن في يوم من حياتي الدين كان فد عائق في طريقي، أو يعني أنا كنت مؤمن أن الله دائما يكون مسامح كريم، مستحيل هذه العقوبات اللي أسمع عنها والعذاب والعذاب القبر، مستحيل
الرب يكون غفور رحيم ويكون بهذه الصفات شخص يعني معاقب يعني مظبوط مظبوط يا محمد بصفة الغاضب يعني كانت هناك كثير من التناقضات اللي لم أستوعبها. أنا أشهد في الولايات المتحدة تزوجت امرأة أمريكية يعني كاثوليكية وإحنا لدينا طفلة لدينا طفلة يعني إحنا عايشين بسلام يعني كوني يعني لكن السلام الحقيقي اللي ربنا عايزك تعرفه هو ملك السلام نفسه، السلام اللي هو يضعه في حياتك وفي حياة أسرتك وبنتك أو طفلك مع زوجتك. خليني أرجعك للاستوديو، أنا عايز أتكلم معك بعد الحلقة، يعني من فضلك سيب رقمك وإحنا هناخد معك خطوة خطوة ونساعدك في الدراسة. أوكي؟ أمين؟ أشكرك يا محمد. طيب خليني أخد الأخ زكريا. سلام المسيح، اهلا زكريا. ايوه زكريا، واشكرك على برنامج الاستاذين. علي صوتك يا زكريا، انا مش سامع، علولي الصوت شويه بليز. تفضل. واشكرك على اللي قاعدين المستوى الاستاذين. ايوه اشكرك اخوي. زكريا انا مش فاهمه الخط بيقطع، انا اسفه يعني ارجوكوا لو تعرفوا تصلحوا الخط رجعوه لي، بس انا كده مش سامعاه خالص. يا انا اسفه يا زكريا. ميبي لو اتفضل. اوكي طيب خلوه ميبي يستخدم رقم الواتساب، يمكن ده يكون احسن شوي. نعم طيب خلينا نشوف بقى. احنا وقفنا عند هذا الشيخ وهو بيتكلم على منبره من الاقصى وبيقول ان احنا بقينا مجرد اعداد وانه لازم يكون في حل. شوف بقى هو الحل بتاعه ايه. تفضل. حادثة كحادثة مساجد نيوزيلندا كفيلة بأن تفتح أستراليا ونيوزيلندا معها، هكذا علمنا الإسلام. لا نكتفي برفع أكف الضراعة للترحم على الشهداء والصلاة صلاة الغائب عليهم، هذا ليس منطق الإسلام ولا منطق الرجال ولا منطق الأفذاذ والأبطال. حادثة كهذه تذكرنا بفتح مكة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بالجهاز وكتمهم مخرجه وسأل الله أن يعمي على قريش خبره حتى يبغتهم في بلادهم. هذا هو الإجراء الحاسم المناسب لمثل تلك الجريمة النكراء ولمثلها من الجرائم، سواء كان الاعتداء على المسجد الأقصى أو على مسجد نيوزيلندا أو مسجد مراكش أو مسجد أفريقيا الوسطى أو مسجد أوروبا. المسلم هو المسلم، وما قتلوهم إلا لأنهم مسلمون. فقال أحد الكفار، قال إن الإسلام سرطان يسري في عروق 1,700,000 مسلم. إذن القضية ليست قضية ما يسمى بالإرهابيين ولا قضية تنظيمات، إنه الحقد على الإسلام، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. واليوم لا جواب على هذه المجزرة وعلى تدنيس المسجد الأقصى، لا جواب بالتباكي ولا جواب بالخطب،
إنما الجواب موجه ويجب أن يكون من ضباط جيوش المسلمين ليقلبوا الطاولة في وجوه الحكام الخونة وليستلموا زمام الأمور ويقودوا الأمة الإسلامية بالإسلام، ولا يكون ذلك إلا في نظام الخلافة، فالخلافة هي التي تنتقم من لهؤلاء المستضعفين وتنتقم من أولئك المجرمين. الخلافة نصر من الله وفتح قريب. أستغفر الله لي ولكم والسلام. على نيوزيلندا، على فرنسا، على جامع ابن طالون، على كل حاجة. الخلافة هو النداء الوحيد للمسلمين. الكفار والمستضعفين، هم المستضعفين وإحنا كلنا كفار. يعني المقارنة إنه أنت عندك شوية ناس اتقتلوا في بلد هم هاجروا ليها، أنت بقى إيه؟ هتروح بقى تاخد البلد كلها عشان 50 نفر ماتوا، مش كده؟ هي مش 50 نفر دول لا يعنوا شيء، ولكن هي الخلافة الفكر المنظم الممنهج الإسلامي. الخلافة هي كده. خليني أخد مكالمة معانا. الأخ بولس، أهلا بيك يا بولس، اتفضل. سلام المسيح معاك يا أخت أماني. سلام ونعمة يا بولس، أهلا بيك. اهلا بك يا اختي اماني. اول حاجه انا بأشكرك جدا جدا اني غيرتي معاد البرنامج. طيب كتر خيرك. هو التغيير نعم. التغيير حصل لوحده، بس معلش اتفضل. ثاني حاجه بالنسبه للي اتقتلوا في ماليزيا والشيخ اللي بيتكلم في فلسطين، طيب هو نسي ان محمد قتل 900 واحد في يوم واحد يهودي لمجرد ان واحد يهودي مش عاقل او كشف ستر ساق واحده وخد ذنب 900 واحد قتلهم مره واحده. هو طبعا ده الكلام ده ما حصلش، دي كذبه. هو قتلهم وخلاص، لكن يعني هو بيقول لك احنا هنفتحها زي فتح مكة اللي محمد قال اقتلوهم حتى لو تمسكوا بأستار الكعبة، قتل أهله في فتح مكة، فما بالك بقى هنعمل إيه، فيعملوا إيه في الكفار. بالضبط. اتفضل. أما بتوع نيوزيلندا اللي قتلهم واحد عرقي يعني عنصري. هو مش عايز حد أسود. نعم. مش بوازع ديني. تمام يا أختي، دي حاجة. نعم. الشيخ اللي بيتكلم وبيقول حقدين على الإسلام، أنا مثلا إيه اللي بيحقدوا عليه؟ حقد إيه اللي بيتكلم عليه؟ هو يعني ما فيش حقد إيه؟ هم يعني هو مش عارف إن دول يعني الإسلام ده قلب العار، قلب العار على الأمة، قلب العار على الإنسانية كلها. هو هي دي كلها إيه الحاجات اللي بيحمسوا بيها الناس، يعني انهم حاقدون فيقوموا بقى الى الجهاد وفيلم واسلامه. yeah. بجد انا قعدت اضحك، يعني حاجه تضحك. yeah. طيب بولس انا بشكرك ويعني بصلي من اجلك وبحب مشاركاتك دايما، خليك على متابعه دايما، الرب يباركك. لا يا اختي لحظه. طب اتفضل. لحظه اوكي. معلش انا عايز بس تتصل عليا بعد الهوا، انا عايز اسالك في مساله في منهج كده، مساله معينه. بس حاضر، اتاكد بس لو سمحتوا رجعوه وتاكدوا ان احنا معانا رقمه. اشكرك يا بولس. حاضر عيني. طيب خلينا نشوف بقى هاخد مكالمات، بس خليكم معايا، يعني يا ريت الناس اللي على التليفونات ادوني بس دقايق، عايزه اكمل الفكره. الشيخ اتكلم على الكفار واللي بيقتلونا كل يوم، شوفوا بقى الناس اللي في نيوزيلندا دول الكفار عملوا ايه. اتفضلوا شوف الفيديو اللي جاي. Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم said the believers in their mutual kindness, compassion and sympathy are just like one body. When any part of the body suffers, the whole body feels pain. New Zealand mourns with you. We are one. An initial silence for 2 minutes.
أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله طبعا الناس اللي قاعده بتبكي دي لان ليهم ناس مقتولين اصحاب واهالي وشافوا مناظر رهيبه جدا فهم يعني مش قاعدين مبهورين قوي بالادان زي ما الناس فاكره. بس عايزة أقول لكم حاجة، الست رئيسة الوزراء دي مؤدبة ولطيفة وحطت على رأسها حجاب وكل حاجة وهي لا تفقه شيء في الإسلام، وبتقول لك وبتاخد يعني كلام عن محمد هم قالوه لها، قالوا لها أنه إذا الجسد كله تألم، إذا حد تألم الجسد كله يتألم. طبعا هو سارقها من الكتاب المقدس ماشي، لكن الفكرة مش في كده، هي ما تعرفش أنه الإسلام بيقول أنها هي مش جزء من الجسد خالص، هي ملهاش دعوة خالص بالإسلام. يعني لو الإسلام دخل هي اللي هتبقى بره وهم اللي هيبقوا الجسد وهي اللي هتضطهد وتموت وتعمل على إنها جارية وتسبى وكل حاجة. ما هذا هو الإسلام مش كده؟ القاتل اللي قتل الناس ده هو الأقلية في وسط دول بيقولوا علنا إنه أفكاره متطرفة، بيرفض وينبذ من مجتمعه ولا يذكر اسمه. لكن العكس صحيح عندنا، الراجل ده كان من ضمن أفكاره إن الغربيين بيقولوا بيقلوا وإن المسلمين والمهاجرين عموما بيزيدوا، وهو ده اللي يعني كان عايز يقف ضده، إحنا عايزين المهاجرين دول يمشوا وهكذا. لكن الفكر الإسلامي والزحف الإسلامي ده من ضمن مخططاته إن المسلمين يزيدوا وأصحاب البلاد يقلوا، وعندهم الأساليب لده علشان في الآخر نقول الخلافة الخلافة. خليني أخد مكالمة قبل ما نشوف الفيديو اللي بعد كده. الأخ هاني، أهلا بيك أخ هاني، تفضل. أهلا وسهلا أخت أماني، أهلا بيك. سلام ونعم عليك. سلام ونعمة وبركة أخونا، تفضل. أنا شو بدي أقول ولا أقول إيه ولا إيه؟ أنا بصراحة لما سمعت الشيخ هذا حسيت نفسي إني تأثرت، يعني صدقته. زعلت له مش كده؟ أنا كمان زعلت له. أنا حاولت إني أصدق يعني حسيت نفسي إني قادر أصدقه شوية. نعم. بس تذكرت المجازر اللي هي من أول ما ابتنى الإسلام. نعم. إلى يومنا هذا. نعم. معدها أنت قلتي بالملايين، لا أكثر، ممكن وصلت إلى المليارات، لأنه من بداية الغزوات من غزوة بدر وأحد وغيرها 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 إلى يومنا، إلى يومنا هذا، والفتوحات اللي يسموها فتوحات إسلامية هو غزو إسلامي على الدول، يغيروا فيها حتى اللغة، غيروها اللي عندك أفريقيا، الدول الأفريقية والدول، كل الدول هذه ما كانت عربية، العربية هي مخصصة في الجزيرة العربية فقط، لكن بخطوهم وسلاحهم ونهبهم لممتلكات الناس واستعبادهم للناس. مظبوط مظبوط، هتشوف ده على فكرة، ده هيظهر في الفيديو اللي جاي في يعني الشيخ في الفيديو اللي جاي بيتكلم على انه الحاجات دي حصلت، لم يعني فتوحات البلاد لم يتكلم فيها عن الخسائر النفسية والمادية والجسدية لأهل هذه البلاد. لكن السؤال هنا على فكرة يعني يا هاني، انا بسأل السؤال ده، ليه الناس بتعترض على كثرة المسلمين الموجودين في الدول الغربية لكن مثلا ما بيعترضوش على الأسيويين الموجودين في الدول؟ لأنه في فرق. أنا بدي أقول نقطة معينة. النقطة المعينة في سذاجة من الدول الغربية أساسا، بتحس أنهم يتعاملوا بنوع من السذاجة، هم عارفين إيش هي سياسة الإسلام بالذات، هو الإسلام فعلا زي السرطان بيدخل إلى البشرية لما يصيروا أكثرية، وهذا تولد أساسا الشخص هذا اليمين المتطرف اللي فجر المسجد، ممكن هي فكرة أفكار تولدت داخله وتفجرت. المفروض أنه يعني المفروض الدول الغربية هذه تحد منها.
هم فاهمين الإسلام غلط. الدول الغربية هم بيعطوهم الإسلام الملمع المملس اللي هو أحب بعضكم بعضا، هو مش عارف أحب بعضكم بعضا لمن، هو يحكي عن المسلمين فقط، يعني حب أخيك المسلم فقط. أمين. وإحنا دورنا يا هاني عشان أنا أبقى واضحة في اللي أنا بقوله النهاردة على البرنامج، دوري مش أن أنا أحط اللوم على المسلم، لكن دوري أن أنا أشاور على الشر، وأنه أنا كمؤمنة أقف ضد هذا الشر روحيا، وأن إحنا نوصل رسالة المسيح. دي الشفاء الوحيد لأهلنا وناسنا وأراضينا. الرب يباركك يا هاني، أشكرك. طيب خليني أشوف الفيديو اللي جاي ده. فكر الغزاة بقى، بنتكلم إزاي إحنا بنحضر للدول الغربية. ده ما كانش ليه علاقة بنيوزيلندا، لكن هذا هو الفكر الموجود. نشوف الفيديو. بدأت وخاصة الشباب تعزف عن قضية الزواج، وفي المقابل هناك إيه؟ هناك المسلمون. يعني يقال مثلا في 2050 يعني سيكون مثلا عدد المسلمين في فرنسا أكثر من الفرنسيين، ولكن نحن يعني خلينا نقول لا نعول على أن مثل هذه الأرقام هي التي ستحول هذا البلد إلى بلد إيه؟ إسلامي. الذي نعول عليه بأنه لابد أن يكون هناك دولة للمسلمين، هذه الدولة تحمل الإسلام، تحمل الإسلام هداية ونور بالجهاد في سبيل الله عز وجل، تحمل هذه الرسالة وهذه الرحمة إلى الناس. وبالتالي عندما يرى الناس عدل الإسلام ونور الإسلام وهدى الإسلام ورحمة الإسلام، فيدخلون في دين الله عز وجل أفواجا من خلال دولة تحمل إيه؟ تحمل الإسلام عن طريق الجهاد في سبيل الله عز وجل. منذ فترة قريبة وليست بالبعيدة ننظر بأن المسلمين فتحوا قبل 400 سنة فقط في ظل الدولة العثمانية، فتحوا بولندا النمسا، وأصبحت على أسوار فيينا دولة الإسلام عاصمة النمسا، ورفع فيها الأذان، ودول الاتحاد السوفيتي كانت جميعها تحت ظل الدولة الإسلامية، بلاد القوقاز وما وراءها. حتى سنة 1644 كان المغول المسلمون يحكمون الصين. إذن يعني هذا بيدلل على إيه؟ على أن هذه الأحداث تنبئ أنه بمقدور أمة الإسلام أن تعود كما كانت، وأن يعني تنشر دين الإسلام بإذن الله عز وجل. فإذن القضية بأنه سينشر سلطان الإسلام على العالم كله بإحدى ثلاث: الإسلام أو الجزية، أو نستعين بالله عز وجل ونقاتلهم حتى يخضع العالم جميعا. يا تسلموا يا الجزية يا بسم الله الله أكبر. ما هو كده يعني، هو في آخر الأمر الحلم الإسلامي منذ عهد بعيد من أيام محمد، أنا هفتح روما وكل البلاد اللي مش عارف ينطق أسميها، الحلم لامتلاك الغزو للامتلاك. مش زي ما كانوا بقى يقعدوا يقولوا لنا عشان واحدة صرخت ومعتصماه والكلام ده كله، لا، زي ما قالوا كده عن غزو مصر والفتح الإسلامي، وده كان فتحا والغازي يعني الفاتح كان كريما واستقبل مش عارف ايه، لا، الغازي طامع في أرض وعرض وسلطان، ليس للتبشير بديانة أو فكر، هو يحمل معه فكره بس زي ما شفنا كده عبر التاريخ، فكر يعود بالعالم إلى عصور الظلام ويبقى هناك. أوكي. خليني أخد مكالمة. مين معايا؟ الأخ جرجس، أهلا بيك يا جرجس، تفضل. سلام يا أخت أماني، إزاي حضرتك؟ سلام ونعمة أخوي، أهلا بيك. لمجد اسم القدوس، وتبيني الحق والضحية. اسمي أنا بس عايز أقول، في بلد مثلا زي جزيريا أو كينيا أو تشاد، دول اللي موجودين النيتف دول ذنوب. طيب لما جت المسيحية لدول، شوف عملت فيهم إيه، بقوا ناس محبين وبيحبوا الآخرين وبيعمروا وبيعملوا. طب لما جه الإسلام لنفس الناس، خلق منهم إرهابيين وقتلة. نعم. إخواتهم يعني هو الفكر. نعم. يا هم الأفارقة يعني أبيض أو أسود أو أي لون،
يعني الفكر اللي بيقدم لهذا الإنسان هو ما يغيره. تفضل. المشكلة ده دليل الإسلام هي اللي مشتها انا اسف الكواليتي بتاع الصوت انا مش سامعه يا جماعه الصوت بيقطع. انا عملوا ايه عمل في المسلمين لما غزوا مصر والشام وغزوا شمال افريقيا؟ اوكي. خلوا المسلمين اللي فيهم درجه ثانيه وقالوا لهم انا مش سامعه كويس. اوكي طيب. انا اسفه يا اخي جرجس الصوت كان بيقطع وانا مش سامعاك، لكن وصلتني فكرتك فعلا انه الناس دي اللي اثر فيهم هو الفكر، يا اما فكر روحي يرفع من شان هذا الانسان انا وانت والكل، يا اما هذا الفكر يغير تماما من شخصياتنا ونبقى مستخدمين اداه للارهاب. هاخد الفيديو الاخير ده، ده تحذير، فرجال محمد قادمون. تفضل. لا تضحكون في أمريكا والعالم الكافر، اعلموا علم اليقين أن رجال محمد قادمون. اعلموا علم اليقين أيها العالم، أيها العالم، اعلم أيها العالم أن الرجال الذين طردوا الصليبيين من أرض الشام بعد 100 عام من الاحتلال قادمون لكم. اعلموا أيها العالم أن الرجال الذين هزموا التتار بعد أن احتلوا بلاد المسلمين كلها، اعلموا أن هؤلاء الرجال قادمون لكم أيها العالم. اعلموا علم اليقين أن رجال محمد لا ينتهون. رجال محمد لا ينتهون. الفيديو ده في زيه مئات من الفيديوهات بقالها تاريخ، من أول ما ابتدوا يعملوا فيديوهات أو يتصور أي حاجة زي كده، رجال محمد كانوا دائما يأتون بالتهديد والتنديد والوعيد وكل ده. وهذا يعني أنا مش فاهم إزاي دي تكون وعظة، يعني وعظة يوم الجمعة أنا رايح أصلي وأقرب من ربنا ويعني أأدي الفرض اللي علي، أخرج شعر رأسي منكوش من كتر الغيظ، مش كده؟ رجال محمد لا ينتهون، المسلمون قادمون، لا يمكن إلا أنها تكون رسالة إرهاب. لكن الحقيقة أنه ما يجب أن يقال لتصحيح المفهوم والعبارة الإسلام قادم مش المسلمون قادمون. ما يحرك هؤلاء هو العقيدة الوصية المتروكة ليهم والتركة من أدوات الغضب والدمار في تراث محمد، دي تركتهم، وكلمات إله القرآن المليئة بالوعيد والتهديد، إرهاب أعداء الله وإلقاء الرعب في قلوب الناس، دي لغته. هذا الإله هو إله الشر وهذه هي لغته وهذه هي أدواته. فالإسلام قادم هو الأصح، لأن البشر بشر والله عايز قلوب البشر. أرجع أوجه نظر إخواتي المسلمين إن هذا الرعب والإرهاب لمس قلوبكم أولا لأنه خوفكم من هذا الإله الشرير، فبقيتوا تتبعوا يعني وانتوا مغمين عينيكوا، ودي الشر اللي موجود في القرآن والتعاليم الإسلامية وقصص أبطال الإسلام، ده صوت وأدوات إله الشر. أما أنتم يا أحباء الله، يا من يريد قلب الله أنكم تعرفوا الحقيقة، أنتم خليقة الله المحبوبة لديه. تعرفوا أن الله بيحبنا حتى وإحنا خطاه، حتى وهو لا يطيق الخطية، ولكن يحبك أنت كإنسان ومحبته تعطيك فرصة للصلاح والحياة والتوبة والحياة الأبدية اللي إحنا لا نستحقها كبشر، ولكن بالنعمة نخلص لو قبلنا المسيح. أنتم خليقة الله المحبوبة لديه والمطلوبة أيضا أمامه. الرب بيقول لك النهاردة ما تقسيش قلبك،
اطلب الصلاح والحياة مع إله يحبك ويحب العالم كله. لما العالم بيسمع المسلمون قادمون ما بيشوفش إلا صورة دمار، أما بقى السيد المسيح إله السلام رب المجد ملك الملوك ورسالته ورسالة الكتاب المقدس وحاملي الرسالة ليهم شكل مختلف. الكتاب بيقول لنا كده: ما أحلى أقدام المبشرين بالسلام، طوبى للمبشرين بالسلام. ده إحنا حاملي رسالة المسيح. المسيح في يوم ظهر لتلاميذه وهم منتظرين في غرفة ومستخبيين من اليهود بعد صلبه وقيامته، اوكي، عمل ايه المسيح؟ وراهم جنبه المطعون ووراهم ايديه المثقوبتين وقال لهم: سلام لكم، انا كما ارسلني الاب انا ارسلكم، انا فديتكم، وانتوا كمان هتكونوا هيكون لكم دور في خلاص العالم. بجنبي المطعون وإيدي المسقوبة وحمل الخطية اللي أنا شلته عنكم، أنتوا كمان بالنعمة اللي أنا اديتها لكم هتقدروا توصلوا الرسالة بالسلام لجميع البشر. هيكون لكم دور في خلاص العالم. من يتبعني يبذل ولا يطلب، يصلي ويضطهد ولا يضطهد، ولا يرد إلا بصلاة وغفران، كما غفرت أنا اغفروا أنتم أيضا، ولا تطلبوا ما لكم، ولا تطلبوا كنوز على الأرض، بل اطلبوا ملكوت الله ومجده. قال لهم كده: روحوا بشروا العالم أجمع، اتنين اتنين بتاخدوش حاجة معاكم، زاد الطريق ماشي، مش جيوش جرارة تاخدوها عشان تهاجموا بلاد، لأ، جيوش ملايكة تاخدوها بالصلاة وكلمة الإنجيل. وقال لهم: سلامي أترك لكم، سلامي أنا أعطيكم، ليس كما يعطي العالم، سلام يفوق كل الخيال يملأ قلوبكم، فتصبحوا سلام في وسط العالم، فتصبحوا نور في وسط العالم، حتى وانتوا بتقتلوا من أجلي تصبحوا سبب بركة للناس اللي انتوا بتصلوا لهم وهم بيقتلوكم، وتقولوا اغفر لهم يا أبتاه لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. النهاردة بقول لك وبقول لك: إذا كنت عايزة تعرفي هذا الإله الصالح المحب ليعطيك حياة أبدية، صلي الآن وقولي له: يا رب أنا أقبلك أنت بنعمتك وخلاصك وصلاحك، غير قلبي وحياتي. سلام ملك السلام يلمس قلوبكم ويغير حياتكم وأفكاركم ويعطيكم مستقبل منير في وسط بلادكم وأرضكم، فتكونوا صوت ونور المسيح في وسط أهلكم. في اسم يسوع أصلي من أجل جمعكم، أمين. أشكركم أحبائي.